أساس هربت من العسكرية ورحت على اسطنبول ولقيت هنيك بمكان أمين وصرت تشتغل بالتجارة. أنا؟ إيه نعم أنت لك ابني. هيك وصلنا الخبر. أنا أشغال وأنا تجارة يا جماعة. التجارة اللي فتحتها هنيك حسب ما وصلنا خبر من زلمتك اللي إجا على الشام من مدة. شيخ لك أنا تجارة وأنا زلمة. أنا أساساً بعد ما رحت على العسكرية بسنتين انأسرت، وبعد ما طلعت من الأسر بشهر رجعت على الشام دغري. شي يعني هلأ أنت مالك عامل تجارة باسطنبول لك عمي واعد هني؟ ما في شي من الحكي يا جماعة بنوب. أساساً أنا وقت جيت على الشام ستي عملت لي عرس مفرحتها فيه، ومن سيرة لسيرة فتح لي سيرة الأمانة اللي تركها الوالد الله يرحمه عند شريكه. إيه ومثل ما فهمت من ستي إنه شريكه قبل ما يموت ترك الأمانة عند معلم عمار. إيه وأنا بالأصل بعد ما رحت على العسكرية بمدي أبي بعت لي مكتوب شرح لي فيه تفاصيل الأمانة. الشغلة بتحط العقل بالكف يا جماعة. من بعد إذنكم فضلوا معي يا أخوان، أنا صار الفار يلعب بعبي. شو وين عمتك أم صادق وسلفتي؟ راحت مع باهية على بيت خالة الشيخ عبد الحق ونبقياني مع حمودة. تقبر قلبي. شلونك حمودة؟ تقبرني علي الهدية؟ تشكل قاس هدية يا حق. الله يخلي لك يا رب. لك دريتي سعدية؟ طلعت حبلة. شو عم تحكي؟ عم تمزحي ما عم تمزحي؟ لا يا ستي ما عم بمزح. يو أهل مجنون يحكي وعاقل يسمع. معقولة تكوني حبلة؟ إيه ما صار لك 8 أشهر ولدانة يا مخلوقة. ليش لا؟ الله قادر على كل شيء. بيكون صاير فيكي مثل ما كان صاير فيني حبل كذابي. لك هلأ كنت عند الدايق مزهور وهي أكدت لي إني حبلة. ما راحت غير علي يا حسرتي. إيه الله يخلي لك محمود. شعه متولع فيكي أكتر من متولع بأمه. الخلية بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. إيش بدنا نضحك على بعض لك هدية؟ قال الولد لأمه ويا حسرتي على اللي لمه. يا مو ما عم تخليني العب. لك سمعاني سمعاني شلون بيقول لي يا مو؟ إن شاء الله بتقبر قلبي يا حق يخلي لي إياك. بعدي اسمه بيبلي وبعين. بتكون أمه ناطف قلبه على روحة جوزها على العسكرية ولي علي. الله يكون بعونه. اللي عم يروح على العسكرية ما عم يرجع، وهالمسكين لهلأ ما بنعرف وين أراضي. أمانة شو يا بيه؟ سلامة معرفتك معلم عمار. أنا كنت عم بحكي لأخواننا إنه أبي الله يرحمه بعت لي مكتوب على العسكرية بما توفى، وقال لي تارك لي أمانة عند شريكه، واللي فهمته من ستي إنه تارك لي علامة لها الأمانة عند عمتي بالشغل. ولما زرت عمتي قالت لي إنه عمك الله يرحمه وكلك بها الأمانة. أنا عم بحكي مزبوط ولا أنا غلطان؟ مظبوط كلامك عمي ما انا غلطان، بس انا وصلتني علامه ورادد الامانه على اساسها من مدي وشعوا الاضاءات شاهدين على حكي. مظبوط كلنا شاهدين. ما حصل الحكي بنوب. اصلا العلامه موجوده عند عمتي ولا يمكن تفرط فيها لاش من كان يكون. شي الخيله. حسبنا الله ونعم الوكيل على هالسيره. انا راح يطير اعلي من راسي يا جماعه. عمي في مجال تجيب لنا العلامه لحتى نتاكد ونشوف بعيوننا؟ ما في مشكلة بنوب عمي. هلا بنزل لعند عمتي على الشاغور وبإذن الله المساء بتكون العلامة عندك. أهلا وسهلا ابن عمي. بالمهلي. يوه خير إن شاء الله. والله ما نوع على بعضه. لا ما بدي شيء ما بدي شيء. شلون ما بدك شيء؟ وصار لك حصة عم تتفحص وتتبحر بهالزبدية. صديقي هاي الزبدية ما بتتحرك مطرحها ما بتروح من نوب نوب. يوه وين بدها تروح يعني؟ خلص فهمتي؟ خلص خلص مثل ما بدك. لوين رايح تقبرني؟ يو
الحقيقة مو على بعضه. أساس جاي اليوم شخص بيقولوا له ناجي. ايه وعم يطالب بالأمانة من ابن عمي عمار. ايه وبعدين بعد ما اجتمع مع العضوات وأكد لهم صدق كلامه ابن عمي عمر ما عاد شاف قدامه. يا على هالقصة مو على أساس من مدة إجا صاحب الأمانة وأخذ منه لك أمي؟ معلوم وأخذ الأمانة قدامنا كمان، شو هالحكي؟ بس اليوم جاي واحد تاني الظاهر طلعت القصة كلها كذبة بكذبة، ولا في تاجر باسطنبول ولا شي. شيخ على الحكاية، لأنه عم يقولوا اللي اسمه هذا ناجي جاي وجايب معه العلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالخبرية يلي بتحط العقل بالكف؟ شايفة لك أمي شايفة؟ يا بحالة ابن عمي بتفك الحجر. لا حول الله. وبعدين تقبريني وين راح ابن عمي؟ ما بعرف يا عمتي ما بعرف. يعني ما حسنتي تعرفي شو يلي شغله شو يلي مزعله؟ لا ما حسنت. إيه ما كان عم يتحاكى وكان وشه معبق، والعياذ بالله والعياذ بالله. تقولوا رايح له شي غالي كش برا وبعيد مرت عمي. وشو جاب على باله هلأ الزبدية؟ القصة صار ماضي عليها أيام وسنين. ما بعرف يا عمتي ما بعرف. كل يلي عرفته انه بعد ما بحلق وتصفن بهالزبدية اللي ديري بالك عليها ها، وطلع مو شايف بعيونه ولي على عيونه. يلا يلا ليكو اجا خذوا طريق روحوا لك يا حليم. اليوم مو دور السهرة عنا. لطيف تلطف. هلا انت ليش مكبر السيرة كل الأدية يا معلم عمار؟ لأنه قلبي نازلي يا أبو حاتي، قلبي نازلي يا جماعة. علي يجي يحس حالي أكل الصواب رح يجيب أشلي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحد الله وطول بالك يا معلم عمار، ما عرفك رجال من يوم يومك. والموضوع ما بده كل الخوف دخيلك، من يوم يومه بصير التباسات بين البشر. اي بس ما في دخان بدون نار يا ابو احمد، والمؤمن قلبه دليله. السلام عليكم. اهلا يا عمي ناجي، اهلا وسهلا. شرف. يلا يلا شرف اخي. وهي العلامه يا معلم عمار. نزدك وزر حضري شوي. نزدك بعض.
دقيت يا سادي، فكرت الصواب رح يجيب أجلي. إن شاء الله أجلي قبل أجلك. احكي لي تقبرني، فهمني شو في. عملوا فيني ملعوب يا سادي، عملوا فيني ملعوب، شلحوني الأمانة بزبدية تاليد. شو عم تقول؟ ما سمعتي يا سعدي. وهي على اسمي انا، شو عم تقول يا عمتي؟ ضحك علي يا عمتي، ضحك علي. ناويين يجيبوا اجل يضحكوا علي. ما عادش بده يضحك عليك يا زينة الرجال. قوم قوم وقف على حيلك، يلا قوم شوف ضيوفك. بعين الله. مضبوطة ومطابقة، وأمانتك من حقك وبرقبتي، بس بعد إذنك بدي أكتمهني كم يوم هيك لما أوضب لك إياها. مش كان بدك كفالي؟ هاي العضوات الدم منك شاهدين على حكي، والله خير الشاهدين. عمي ناجي عندي. ما في مشكلة معلم عمار، سمعتك وأمانتك بالمكفى، والإخوان بيمون على رقبتي كمان. رجعت ناجي رح تكسر ظهر عمر لأبد الآبدي. معقول اللي بده يرتخي ويرجع الأمانة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شايفة عمتي؟ شايفة؟ وحده الله، وحده الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وباهي جهزوا العشاء، عجلوا. يلا وحد الله عمتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعرفك قوي يا عمر. ما في قدام الحق لك عمتي، ما في قدام الحق، بس والله يا العملي هي جبال ما بتحملها. لا والله عمتي، انت على طول بتتسرع، بركي هالعلامه كانت مو مزبوطه. مزبوطه عمتي، مزبوطه، صحيح مطابقه، بس مزبوطه لدى اصلي. اللي جابها هو صاحب الامانه الاصلي عمتي، وما راح يزور لحتى ياخذ امانه بيعرف انه راحت لواحد غيره، ولو كان بالغلط. الغلط غلطينا بالاساس عمتي، غلطينا بالاساس، والقصه براسي لحالي. على كل حال، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان أقوى من البحور والصحاري والجبال يا عمتي، خلق الإنسان أقوى من كل هالخلايق عمتي. ما حدا بينكر إنه هذا الصواب كتير كبير، بس نقعد هيك نصفن ببعضنا؟ الله بيبلي وبيعين، وإن مع العسر يسرًا.
قوم تقبرني شد حيلك وفكر وعرف مين اللي عامل معك العملة وبعدها بحل ألف حلال. اوعك يا عمر اوعك تخلي حريم البيت يواسوك ويلاطفوك مثل الولد الصغير وانت يلي كنت تفوت على البيت تهز الارض من تحتك والكل يرشفوا قصب منك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالخبرين. شو صار هيك؟ والله ما بيستاهل المعلم عمر كل هالشي. أعوذ بالله المعلم عمر من يوم بيومه وإيده مفتوح للكل. تعليم الله نزل على نافوخي هالخبر مثل الخنجر. العمى وصلت مواصيل مع العباد لهالدرجة هاي؟ لك يزوروا علامة أمانة؟ علامة أمانة تتزور بهالشكل هاد؟ العمى اللهم نجينا من ولاد الحرام يا رب. لك شو هاد يا لطيف؟ شو هالدنيا هي آخر وقت؟ نهب وسرقة ونصب واحتيال. وشو ناوي يساوي هلأ المعلم عمر يا أبو نوري؟ إيه شو بده يعمل يعني؟ بده يرجع الأمانة لصاحبها؟ ولا ما بتعرفوا لهالرجال؟ ما بتعرفوا إنه أمين؟ أمين ليوم الأمانة يا جماعة أمين؟ وعرفوا قديش تمن الأمانة يا أبو نوري؟ يا أبو نعيم عم يقولوا إذا ببيع ما فوق وتحته هالرجال هو وحرمته ما بحسن يلم تمن نص الأمانة. الله أكبر. لذلك المسكين صر يومين متاصص بعيونه من سواد وشه من العباد، من جهة انضحك عليه ومن جهة تانية سواد وشه من صاحب الأمانة. خجلة يا جماعة، خجلة كبيرة قدام الناس. وما عرفوا مين ورا هالملعوب أبو نوري؟ على حد علمي ما عرفوا. بده يكون شي واحد من حرام، الله لا يوفق كل واحد مأذي. سعدية هلا اللي قلد الزبدية كيف عرف شكله وجهها؟ ما فهمت عليك تقبرني يا سعدية. يلي قلد هاي الزبدية شايفها بعينه، يعني فايت على هاي الأوضة مطرح مو موجود الزبدية شايفها متأكد انه هي علامة الأمانة. اكيد ابن عمي بده يكون هيك، لازم يكون مخطط وعرفان بشغلة الأمانة. يا سعدية بدي اياك تتذكري منيح مين فايت على اوضتنا لهون، يعني حدا مو من اهل بيتنا، حدا فايت على هي الاوضه، مين فايت؟ يو شغله الامانه صار لها سنين وايام ابن عمي، مين بده يكون فايت لعنا من غير اهل بيتنا؟ سكري سعدية سكري ولو كان. كي ايه تذكرت وقت اللي صارت الصلحه بينك وبين ابن عمك المخرز. ايه مو وقتها اجت لعنا مرت عمك مشان تعزمنا على البسمله وتغديت عنا؟ ايه مزبوط. ووقتها مرت عمك فاتت لعندي على الاوضه لهون مشان تصلي وهي اللي طلبت انه تصلي باوضتي. فاتت لهون؟ ايه وبعدين سعديه؟ وقتها فوتها على الاوضه، هي بلشت تصلي وانا رحت لكمل شغلي. طب هي ليش حتى تفوت تصلي باوضتك انت بالذات؟ يعني هي طلبت هيك؟ ليش طلبت هيك؟ والله ما بعرف، انا كمان وقتها استغربت. لك ايه تذكرت شغله. شو سعدية يحكي؟ بعد ما خلصت مرت عمك غدا وراحت على بيتها ردت رجعت بعد شوي. وليش رجعت بقى؟ وقت اللي رجعت قالت لي انه ضايع منها مفتاح البيت ورجعت مشان تشوفه اذا سالت عنا ولا لا. ايه وبعدين شو صار احكي؟ وبعدين فتنا انا وياها على الاوضه مشان ندور على المفتاح وما كنا نلاقي، لحتى انا شفته سالت تحت التخت ونزلت على الأرض ومديت إيدي وبألف غصب لحتى قدرت أوصل له وطلعته وعطيته إياه. أقول له أعوذ برب الفلق. لك معقولة تكون مرت عمي عاملة فيني هذه الملعوبة دي أنا بالذات؟ لك صحيح ابن عمي، شلون ما خطر على بالي إنه شو سعدي يحكي؟ إنه وقت اللي كانت مرت عمك عم بتصلي كانت عم بتصلي هون والمفتاح كان سالت هنيك، إيش جاب المفتاح من هون لتحت التخت؟ اسمعني يا سعدية. شو تقبرني؟ ما بتفتحي تنبك بكلمة بحرف واحد من اللي حكينا انا وياك هلا المخلوق اني اخلقها لحتى اتبين انا السيرة من شرشها. حاضر ابن عمي حاضر. ايه
قلبت عمي هيك فجأة صالحونا. هيك لله بالله. لا مرت عمي مراشد بيجي تعلم مني مرتين على البيت وفاتت على اوضتي انا خصمص. ظافر يا ظافر ظافر ايه هو معلم؟ عمرني ظافر بلي انت بتتذكر لما بعتلك مرة انت وخالد على خان اسعد باشا مشان تسألولي عن هذا نسيب التاجر الاسطنبولي؟ ايه بتذكر 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 منيح. فتع عقلك منيح معي. خالد قال لي وقتها انكم حكيتوا مع واحد من شغيلة الخان وانه هذا الشغيل اكد لكم انه هذا نسيب جاي مع تجار اسطنبول وقتها. مزبوط هالحكي. يعني وقتها انتم كل شيء عرفتوه عرفتوه من شغيل الخان. لك وقتها خالد برطلو برشين قام كرلنا كل شيء بيعرفوا عن هذا اللي عم تحكي عنه. لك ظافر انت ساعتك متذكروا لهذا الشغيل؟ انا اللي بتذكره وبالعلامه اسمه حسني كمان. احسن نجيبه له. بجيبه وبجيب ابوه كرمال عيونك معلم. اسمع لقلك بتحمل ضربة طريقك بتروح هلا. بروح معلم. وبطريقتك بتتحايل عليه وتجيبه لهون كروج هلا. هوا معلمي وبكون بخدامتك انا والشغيل. خلي قلبك قاسي مثل الصخر يا امي. ام منه كل الطيبه والرحمه، ام منه كل الحنيه مشان تبقى سيد على كل البشر، على كل البشر. لا تخليني اغضب عليك، لا تخليني. معقولة أم المخرز عملتها وسارقة نص الزبدية؟ يو إذا هي اللي سارقة معناتها مشان هيك رجعت واستغفلتني بحجة المفتاح ووقتها رجعتها. واللي جاب الزبدية التقليد لجوزي لازم يكون من طرفها أو من طرف ابن المخرز. يعني ممكن يكونوا هن اللي أخذوا الأمانة. معقول؟ والله شي بيحط العقل بالكف. يبعت حمل الكوسة حشان عمت ربي. لك ابقي انتبهي لك عمتي، من وقت مبلشتي بتخريط الكوسايات وانت عقلك مو معنا. يلا يلا مرت عمي قايمة جيب لك منه شاشية ولف لك اصبعتك. ايه ايه الله يرضى عليك. شرف عمي. يلا يلا. السلام عليكم معلم. أهلين زافي. حسني شغيل الخان صار بخدامتك. يا أهلا وسهلا. شرف عمي شرف. الله يزيدك شرف معلم. ايه معلم عم يقول لي الداعي في عندكم شوية جلود بدكم تبيعوهم وبدكم يعني اتوسط بينكم وبين صاحب الخان. ايه لا جلود جاهزين جاهزين أخي. أي لك أكرامية فيها كمان. بس في شغل بدي أسألك عنها هلا. في واحد من مدي اخي اجى لعندكم على خان اسعد باشا ونزل قعد مدي كمان. اسمه نسيب جول بيرا. تذكرته تاجر اسطنبولي هذا. ايه شو هو؟ بدي اياك تحكي لي عنه كل شيء، كل شيء بتعرفه احكي لي اياه. ايه بس انا يعني ما 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 ما, ما, ما بعرفه ما بعرفه. كذابه بعينتينك.
وقتها رحنا على الخار انا وخالد وسالناك عنه وقلت لنا انه هو واحد من تجار اسطنبول. ايه بس يعني بس شو لا شو؟ ايه بدك تقر وتعترف عنه غصبا عنك، لا وبصر معي كمان. اخي ما بعرف حدا بهالاسم وبعمري ما شفته وهلا بيستعوقوني بالخان بدي ارجع، الله يستر على عرضك. لك يا عود ولا عود. ابو حدو ابو حدو بور معلم جاهز ظافر جوا بدك طم من بالك معلم لعيونك بدك تحكي كل شي بتعرفه عن هذا النصار نسيم وإلا وحق اللي خلقك ما طالعك من هون غير عتر بدغري بعد سام حالك ولا رح بحكي معلم والله رح بحكي يلا احكي انطو بس ايه السكين وقل له خليه من العصاية على صدري طبع على صدري الله يستر على عرضك شيل العصاية شرف احكي اخي هذا مزبوط اسمه نسيب بس مو نسيب جو البيرة اسمه نسيب الجارح اجى لعنا على الخان وصار يفتفت مصاري على العالم هون وهون وهون وطلب مني يجمعه مع جماعة اسطنبولية بس ما والله ما بعرف ليش وبعدين ولا وقال لي بتأمن لي قاعدة بالخان على أساس إني تاجر من اسطنبول قدام جماعة الخان والزباين وخص نص إذا حدا إجا وسأل عني من برات الخان وأنا عملت مثل ما طلب مني وغيرت له كنيته لأني بعرف عصملي وصار مين ما شايفه يعامله على أساس إنه تاجر من اسطنبول لحد ما ترك الخان وما عاد شفته بنوب بنوب طيب ليه غير اسمه؟ ولك ما عرفت لي ليش غير اسمه؟ وحياة عيالي ما عرفت ليش؟ وحياة عيالي أنا كان همي بس الإكرامية وبعد منه ما عاد شفته بنوب بنوب تركوه قوم ولي سروج الفرن ظافر دي بعدك مشوار تحطوك معلم هون حفرنا هون طمرنا ابو حدو لا توصي حريص معلم بير ماله قرار باذن الله روح على شغلك يا كريم يا رب نسيب دير المي على البتنجان بأمرك شو هذا التاجر الاسطنبولي ما غير لعمة نسيب لين عمي زافير لعطي
معلمي لقطه. هو الظافر قول نسيب اللي كان عامل حاله تاجر اسطنبولي طلع شغيل بارض اخواله لمهدي. عشان تحكي انت الاصابه؟ لك ما عامل لك يا معلمي، متاكد انا شفت بعينها بعيوني، شفت تحت طوحك انا. بكي وصفن، قومي تقبريني بقى، هي عملت العشاء بي حلوة، قومي كلي لك لقمتين. منين بدأ يجيني الأكل يا عمتي؟ منين؟ ابن عمي طلع من على بكرة ولهلأ ما أرجع. معلش تقبريني جوزك عائل، هلأ ما منشوف إلا دافش الباب وفعيل. قومي كلي لك لقمتين، لساتك على ريق بطنك. ماني حسناني أكل، ابن عمي ما ده شي ولا بعرف شو أخباره. خير إن شاء الله. لك وينه يا أختي أم صادق؟ طلع من على بكرة الصبح ولهلأ ما رجع يا أخي يا أبو حاتم. وما قالكم وين بده يروح يا أختي؟ ما قلنا شي يا أخي. يعني ما أجع الغدا لك أختي؟ لا رجع على الغدا، ويا حصرتي طلع بدون فطور، ونحن قلوبنا هون نار شاعلة يا أخي. تفضل. دير بالك ما حدا يحس علينا. ها انا بامر عيونك يا طيب، توكل على الله وقول يا رب. إذا بتفتح تمك بصوت واحد دابحك على الخابس هناك. تفضل. على أساس نسيب جولبيرا وتاجر اسطنبولي وجاي من طرف ابن الشيك ولعمي. الله وكيلك، الله وكيلك، أنا مالي ذنب، مالي ذنب يا معلم. ذنب على مين لك أنا؟ ذنبين؟ لمصلحة مين عامل فينا الملعوب؟ معلم أنا، الله وكيلك أنا. ولك شو أنت أحكي ولا؟ أحكي. رح أحكي معلم، رح أحكي. ولك أحكي أنتو، أحكي أنتو أحسن ما أحفر أبرك مطرح مالك واقف ولا؟ أحكي. بأمرك يا معلم. معلم هذا المخرز هو اللي دفشني عليك واعطاني مصاري ولبس.
اللي بتنزل على خلق سعد باشا وبتعمل حالك تاجر جاي من اسطنبول. يا ابن عمي. اي نعم. اللي بتنزل على الصالحية وبتسأل ابنيك على المعلم عمر وبتقول له انه انت جاي من طرف ابن شريك عمك وجاي تاخذ منه الأمانة واعطاني نص الزبدية العلامة. اوعى تكون عم تكذب ولا؟ الله وكيلك ما كذبت عليك بحرف واحد. أنا زلمة شغيل وتعب وقضاي وبحجبك، وإذا رديت له طلب المخرز بقلعني يعني من شغلي. والأمانة وينها؟ الأمانة أخذ مني المخرز وقت رجعت على الأرض. غافر؟ أبو حدو! هذا الأرض ما بيطلع من هون. نفس ما بصير يتنفس. عمرك معلم. أنا واصل مشوار ولا شيء، بدي أرجع لأي خدمة سروجة. بإذن الله. دخيلك يا معلم عمر. هو رحمة أمي أنا هالي سن. بالله يا أولاد. معلم عمر يستر عرضك، داخل على عرضك. وليش عم تدق الدق هذا كله والناس نايمة؟ أنت بتعرفي ليش؟ خير؟ وينه ابنك المخرز؟ بتلاقيه بأرض كيوان. ابنك خرب بيتي يا مخرز. خرب بيتي بعلمك وشورك وتدبيرك، بس الله لا يجعلك من نادمين. خير ستي، مين كان عم يدق على الباب؟ واحد غليظ دقق الباب بالغلط. تمام. ابو ضاي شو بدك؟ المعلم عمر جاي وشو عم ينقل سم وقال بده اياك ضروري. عمار خليه يفوت. وامرك ابو ضاي. شوف لك مخرز، كل شيء صار كوم وانك تضحك علي بكذبه خسيسه كوم تاني. تعال شو عم تحكي؟ ما عم افهم عليك. عم احكي عن اجيرك الازعر نسيب، صار بإيدي هلا وأروع ترى في كل شيء. كل شيء. لك أنت منين عم تجيب الحكي هذا؟ مين هذا نسيب؟ ما بعرفه. نسيب شغيرك اللي ضحكت علي وسرقتني عن طريقه، وصار بإيدي هلا. وبكره حقدمه هو وحفت إجير خان أسعد باشا على الكركون لجرسك وأفضحك أنت وياهم قدام أمك. لا إله إلا الله. لا يا بي، لا أكيد أنت جنيت وطقوا أعلاتك على الآخر. اسمع لك، معك لأذان الصبح. يا بترجع الأمانة كلياتها على دوز بارم وناصها برغوت واحد، يا ما حخلي الناس كلها تدور بالحارة بسيرتك ورجعك على حبوس تقضي بقية حياتك هنيك. شوف لك ابن عمي، أنا هيك تركت مجال الهربة اللي أنت قتلتها ولغيت أساسها. معك لأدان الصبح، إذا ما وصل لي منك خبر قبل جهجات الضوء رح أقدم مستمسكاتي على كراكون وانت بوشك على حموس. كل بد بدكن تخفوري نسيب وإجير خان أسعد باشا. لك يلا